لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. اوكي كوكو مطلع علينا كلنا. كوكو هو بيومي فؤاد المفروض، وهو دكتور بيحب الحيوانات جدا، بيحبهم اكتر من حياته يعني. فبنحاول نكشف ان في عند الحيوانات جانب خير وجانب شر، وزي ما هو عند البشر برضو. فكوكو بقى ومغامراته مع حيواناته، واحنا بنحاول نبوظ عليه الحياه الحلوه دي. دورك ايه في الفيلم؟ هو سيد ده المفروض ممرض عند دكتور فوزي اللي هو خالد الصاوي في المستشفى اللي هو الجانب الشرير شويه، وبيشتغل بقى يعني بيحاول دايما ينقل اخبار كوكو لدكتور فوزي، بس يعني طول الوقت سيد بيلبس فوزي في مشاكل بلاوي زرقاء بعيد عنك وعن السامعين يعني. مغامرات عمرو رمزي بقى مع الحيوانات؟ لا بقى لسه النهارده اول يومك لسه الحمد لله. لا بره الفيلم انا بعشق الحيوانات جدا، بس يعني ما عدا حيوان او اتنين كده ممكن يجيلي سكته قلبيه لو قعدت معاهم في اوضه يعني، سواء ديك رومي او فراخ. لكن لو شبل مثلا كلب جدا تمام مفيش اي مشكله. يعني ما اعرفش، عندي فوبيا من الديك الرومي والبط والوزر، الحاجات اللي بتعمل كده دي اللي هي بتسرحب في ملكوت ربنا، دي عندي منها فوبيا فظيعه. كأكل ولا لا كأكل تمام ما عنديش مشكلة، لكن كدراما يعني انت لو حطيت قلت لي مثلا في مشهد هنصوره في عشة فراخ او بتاع اقول لك شكرا سلام عليكم، انا مش في العمل كله اصلا يعني مش موجود. الدور الى حد ما دور عصفورة يعني بينقل هو عصفورة على جاسوس على هو اي مصلحة راشي فيها يعني، مع ده ماشي مع ده اوكي، هو يعني معهم عليهم يعني. العصفورة دي يعني بنوليها اهتمام كبير في حياتنا وليها دور كبير قوي في حياتنا، فاكيد هيطلع منها حاجات. والله بنحاول احنا سايبين على الله، والفيلم الكوميدي دمه خفيف، احنا بنحاول نشوف يعني فيلم للاطفال والكبار، وبنعمل فيلم دمه خفيف مش حاجه خادشه حاجه مضايقه، لا بالعكس. والفيلم كله يعني بيومي، خالد الصاوي، قصقص، عمرو، يا فامي، منى فضالي، نانسي صلاح، يعني الموضوع لطيف يعني. ليه بتغيب عن الجمهور؟ ليه بتغيب عن الجمهور؟ والله مش بغيب، انا الحاجه الكويسه لما بتجيلي بعملها.